اوكي شغلنا الميكروفون، خلينا نسجل من الحين. اللي فاتك على حار جون دي لوفي او لما بدا يخب شوي لانه بدا اناس، ولكن يعني لحد الان ما غلبته ومت الف مره، يعني نكمل تسجيل. انا كنت قاعد بث مباشر مع مطور اللعبة على الماش، وهو مل مني ولا بالي معه، يعني حصلنا كم من البوس بعد ما يختبروا في المرحلة الثالثة. ففي بعض الأمور في المرحلة الثالثة a little bit too much، بس بالنسبة لي أشوفه أوكي إلى باخذ اللعبة كتحدي، يعني ك difficulty. أنا ما أصف قدام ألعاب الفايترز المحترفين، فأشوف نفسي يعني إلى هذه الصعوبة أنا أشوف مقبولة. واللعبة على حساب إن هي تشبه سولز، أنا ما أعمل لعبة ألعاب سولز، والناس لما تعتبر سولز أصعب شيء في الدنيا. اوكي وصلنا مرحلة لا تعرف على سولز، هذه ما تنسأل عنها بس فلاني ايوه انا بس انا وين اصابعي ورمح وخنجر. فا وش اللي قاعد اقوله؟ إذا هذه صعوبة ألعاب السولز، يعني ألعاب السولز مع احترام الشديد is not that hard. بس كيف تقول it's not that hard وانت 100 مرة مت وما خلص الجيم؟ نينجا جايدين لما توصل الدور السادس في الجزء الثاني، لو حتى الجزء الاول لما توصل اي مرحلة من بعد المرحلة السادسة وتموت يعودوك للمرحلة السادسة، من بالك تخلص المرحلة السادسة والسابعة والثامنة والبوس بكبره مكان موت غلط. الحين ما جاز الاصابع الثانية كل مرة يعني تموت باك يرجعوك لليفل 6. انا ما خلصت العاب السنس، خلصت واحدة منهم بالسيف ستيت، يعني كنت بغش، واحتمال كان الجزء الاول اللي هو في الحركة الوسطى دي. بس يعني خبري ان السولز والسولز اصعب شيء في الدنيا. هذا جلتش انه لما ينط وتضرب من وراه ممكن اليوم المرحلة الثالثة، لا تعرف على الأطفال أسميها المرحلة دي. السيوف لو نط عليها تعدى في مباراة تجاوزها. الأعصاب تنمي. الكور اللي فلتته اعتقد ما ينصاب عنها في المرحلة الثالثة، ف هذا زي الجلتش انا حصلته لما تطب عليه من ورا ظهره ويشحن فيه وتضرب ضربتين في الهواء، يمديك تضربه خمس مرات بس ما تنتبه، يعني كذا. عادة لما تضربه في الارض وهو قاعد يشحنها يعكس اتجاهه، فإذا وصلت الأرض وضربته قبل ما يضرب الضربة أو ضربته وفي نفس اللحظة اللي ضربها ممكن يضربها ويعكس اتجاهه ويضربه من جديد، فيرجع لك الجلتش جلتشين. من باب تنتبه انزل بسرعة انزل بسرعة انزل بسرعة، ما بيمدينا اضربه، لو نزل اسرع من كذا كان مدعي اضربه ضربتين اول. ما بيمدينا اضربه الاصفار موجود. فكرت بيشحن ضربه، جرب اعمل له جلتش او مو جلتش، يعني لا تعاطف مع الاطفال صارني فيها. ترددت جاب ابو في الهواء بس شفت ان انتقل المرحله الثالثه اللي بحاول انط قبل ما اوصل الارض، قتلني بالدور حقه.
A little bit too much ما يعطيك فرصة من يوصل المرحلة الثالثة على طول يضرب فشوي يبالي انتبه طمعت طمعت ما بداني انط خليني ما ابي استمر لو استمريت بخسر بخسرين بلا اوصل المرحلة الثانية بدون ما انضرب ايوه بغيت اجيب العيد كنت اصيد اضرب ضربتين واستمر معاه بس شفت الشغلة يعني تطول يبغى عدوانية اكثر كنت العب زي كذا اصيد اضرب ضربتين اصيد اضرب ضربتين فالاسهل تعمل كذا هاي اللعبة أنا معاند ما أبي أزيد صحتي وأزيد قوتي وأشوف الصعوبة أوكي بس يعني هو تحدي بيني وبين عماش إنه إني ما أقدر أفوز بالمرحلة هذه فقاعدين نكتب الموضوع ايوه جوزت اوه هديت الصدفة الثانية اضعف مع الاطفال وصلنا اوه what the hell happened انا ينط فوق وصقعت السيف عملني اعطاني بوست للسيف حقه فوق ادواني مليون معاه شوي وصل عطى كف What the hell happened? اوكي انتقل المرحلة الثانية و راح يمين لو سطر تحتي That was not good for me صادي ما فعل طمعت صادني الضيوف
فانا اوه ليش ابي اتكلم؟ انا مستغل جلتش ولما يشحن ضربته يتباعد واجد، بس لما تطيح وراه بشوي ما يتقدم واجد فيمديك تضربه اكثر. فشوف زي كذا يعني كيف هذا الجلتش اقدر اخلي عمار ايش صفحه عشان ما تستغلون، بس انا استغله. الحين ما يمدي يتباعد اصلا، كم سحب ضربته انا وانت قلت لي انا قاعد اتكلم. يمديني اضرب ضربتين قبل ما اعد احلمي، ما اعتقد صعبة اني اضربه واتجاوز الاسرار. صادم الأسرار سرعت وما نطيت وراه فما قدرت دحلب أم أقول. للأسف ما هي قلت جير عشان أنط نقطة وأضرب قبل ما أضرب أصلا، يعني وضعت روحي في مأزق. اوه ترى دخلنا المرحلة الثالثة. I'm screwed I'm screwed I'm screwed. الضربة دي اللي على قدام لما تكون بعيد عنها وهو يرجع السيف اذا كنت في النص تهديك، وهذا اللي صار. على كل حال طاقتي كانت سيئة جدا، كان يعني نسبة الفوز مرة قليلة. صديت ما متأخر المفروض بيني وبينكم أعيد المحاولة، لأن تأديت المرحلة الأولى. نسبة الانتصار الحين تحت الصفر. والاعصاب اداني اول ما طلع اجين ف سكويت. بالنسبه للفوز مره بعيده. قاعد معها مره اجريسيف مش زين كده، ما بعرف بس ولا درجة لازم عند الجماعة زين لي. وقام يزيح
لأن هالمرة طلع ورا الجدار. الكالكوليشن كله انضرب. ما عندنا حتى التحلب الحين. ما بلا حتى اني اموت. لو ما كانت نطتي الثانية كان. افا عاد قبل ضربتين قبل ما يوصل للمرحلة الثانية. يلا نحاول مرة من صالحي اني اوصل هنا ومتأدي. جازف بارت 1 ايوه وصادني بارت 1 يعني مو بس جيم اوفر جيم اوفر مربع. اوه لا تعرف على الاطفال. خلاص وصلنا لها. مو زين المفروض اوصل طاقتي عندي شوي طاقة لان المرحلة الثالثة اذا ما صادك برصاصة العصار يصيدك، اذا ما صادك بالعصار السيوف يصيدك، اذا ما صادك بالسيوف فجأة بيدور عليك ويقتلك. يعني يعدة لغلاط من الفريت. اهون الفريت ولا السيوف اللي معلقة فالافضل تسكعها ولا هو يسكعك. زين انه وقف، لو ما وقف كان صقعني وعودت المرحلة ولا الطفش. هنا صعب اني اتجاوز ضربه ولا صار على اليمين كذا. يعني بالي جاوز 20 مرة الحين قبل ما ينزل. Actually, that was good. Oh, one hit. صادي وانا ورا ما عندي انرجي اني انا جول فابتلش معه. يعني المفروض في ذيك اللحظة يكون عندي شوي ستامنا ما بهدلها كلها في الهجوم. اما ما مداي نط وشوف التعديل اللي اداني اياها. شفت عكس الاتجاه اكثر ما هو اللي خلاني اوقف اصلا بابا وانجز من جديد. مدينة بابا وانجز افا منطقة
والله كنت متوقع انه وصلني. اوش ايوه صابني السيف عدة مرات. السيف بهدلني بهدلني، ما ادري ما عرفت السبب، ما طاح لي وشفني ثلاث مرات. نزل الجارد الحق اسرع. تعال انا اسوي ابي اضرب بسرعه. خليني نقلب بالنص مو زين كذا. حبيت بسوي حركة. طمعت بزيادة. كنت في ميجا مان احب اسوي الحركة لما سيجما يعمل داش ويصير زي بالورا، اني انا اعمل داش واحفظه، مع انه ما يتأدى يعني، بس احب ويعني ريسكي، ممكن اصير فيه، بس كنت احب اسويها. احس قاعد العب روح سيارة، بس يعني بديت اطفش من كثر ما اصير واخذ واعطي اياه من الصاعه. وفايد اني اوصل الرسالة، مش كنت اقصد بكلتش، كنت اقصد كذا يعني. غيري ممكن يسويها احسن ب200 مرة يعني، يعملها بالفريم، يعملها اكثر ضربات. اذا انا اقدر اسوي زي كذا، اللي يعرفون يلعبون سوبر سماش يقدر يعملون اخس من كذا. ايش تبغاني اسوي مع الاصابع؟ اصعب كذا. اوه لا لا تعاطف لا تعاطف على الاطفال، وصلنا. يا ربي ما بلاني انط وظل ناط فوقه كذا ازيح فيه. السيف صادني لما يدور. شوف لما انط زي كذا عادة يعني يمديني عليك شوي، بس لا اداني في كل لحظة، لان الارك حقها شوي مختلف يعني، يصير حتى من فوق مو زي هالضربات دي ضربات اطفال. طمعت اجين، كان المفروض انط نقطة ثانية قبل ما اوصل الارض واتجاوزه. شش فيعني ضربة الدوران مرة ما تنفع، من باك تكون مرة جاهز لها، بس وين تكون جاهز لها والصار يمينك قاعد جاي لك والسيوف طايرة فوق راسه، و immediately اول ما عمل ترانزيشن يسويها يعني، او ممكن يسويها يعني. يبالك تموت عندها عدة مرات لين افا صدني الاسرع. اول ما طلع الاسرع بيجي فوت غلط. واو اتبهدل معه. لزقني اصلا في الارض، ما خلاني ندور. ما المفروض احاول اضربه عند الجذع، خليه يقعد في النص لا تبهدل زي كذا، خليه يكمل. يا حبيبي شكلي بديت
تهيس. طمعتك الحين كان صديق. كان يمدينا اطق ضربة اقل ونط، بس لا بيطلع بخمس. وقفت اتفرجت عليك فجأة. الحين الوضع شوي صعب. يمدينا نصد في الأرض زي نطول في الأرض. توقعت بسوي غلط. كلفني الغلط شوي. ايوه ده حقا غفار جاك. نطيت بس ما خلاني اصلا اتجاوز. حاولت انط وراها بس يا اخي كمان جوني لوفي. لا صار كنت نط في لحظة، كنت موقف ضرب من نقزتي حيث انه ممكن جاسر بنتين. What the hell? Really? Really? ضرب فرست على قدام بس يوم ضربت قلب يضرب الدوران. لان بعض الاحيان اذا ضربته وهو يعمل فرس في الهواء يمكن يوقفه، بس بلا ما يوقفه قلبه. يعني لو ضربني بالفرس وصادتني او اعطاني فرصه اني انط عليه من جديد ان كان، بس لا قلبه لا ضربة الدوران اللي ما لها اي حل. كيف اضربه واتجاوز العصار؟ ايوه صادني الكرة.
اي متجاوز من مكانين. ايوه اندار دارك فيجر. اوي ترددت لان لو بتقدم قدام وحاله بربو يكون عندي ودنه قصير جدا اني اتجاوز العصابة جاي. لو ما اخذنا ريسك ولا ضل مكاني يسكعني بضرب الدوران حق روح تنين. خلي يتقدم في المصري يعني. يمدينا طبعا ضربتين. افا صادني فيه. افا صادني الاصابع. ايه طحت على السيف وصارت عندي الضربة الثانية وسحب السيف. وهذه المرحلة يا صار مرحلة إذا صادتك يعني الكور بتاخذ التأثير وتحمله طول حياتك. يعني يبالك تنتبه لثلاث أشياء ممكن تأذيك. الحين خلاص حاجتين. لين ما يصير لا تعاطف مع الاطفال ان جيم اوفر. لان اي لحظه ممكن يدور عليك ان جيم اوفر. اوف از ات مي او كانه طاقته زادت. يا ليل كنت طالع في السيف اللي فوقي كذا على اليسار صقعني بالسيف نوت. ما كان تركيزه علي على السيف الحق اللي كان هنا اكثر ما تركيزه عليه هو. وهو اول ما وصل الطرف الثاني على طول نوت يعني immediately. توقعت انه بيعطيه فرصه زي كذا يعني بين ضربه وضربه في نفس. كنسل الضربة بس انا ما وقفت له يعني غلطي كمان بس الله عاد انه ما صادقني. اوس كان ما صار لك جلتش لا ما سوى راسك قدام كد يعني كم من بيكسل قدام. ما اللي يحدث؟ بغيت اكل عليه. ما
تقرر ان الجلتش ما يصير، لا يكون الفريم ريت قاعد ينزل. حتى اللعبة طفشت مني. اكشلا هذا السبب اللي خلاني موقف عن باربر، مع انه كان ريسكي، اعرف انه كيف بينتقل المرحلة الثانية. الحصان ما بيوصل بدري، يبالي انط فوقه. واهم شي لا تطلع النوازل اللي يقول لك يدحلب زي العبيط. زي كده. طمعت طمعت مو كل مرة. فهذي بعد طمعت، ابي اضربه قبل ما يوصل. دفني شوي خلاني ما اصير ولا ضربه. جاهز الأسرار. أنا متفوق من جديد. صوت عطف على الصوت بس ما حلو. كيف؟ اوكي ولا فرق. باب الدوام حقه ما له حد. ادعوني قاعد اعمل اكسبلوت الجلتشات لليل، بس ابي اخلص يعني، ابي اثبت ان يمديك تفوز. بس بيني وبينكم بدي اكون محبوب عشان افوز المرحلة الثالثة، لان كل مرة يعمل دحلة بالملعونة حقه كل ما نسبة الفشل فيها تزيد. صعب جدا اتجاوزها. يعني شوفوا داخل المرحلة الثالثة انتبهت له وانا قبل ما اطب في الارض بشوي،
بعدت عنه بس ما في فايدة، ما بنا نعمة النقطة الثانية اللي صار لي بها. فا a little bit too much a little bit. خلي الجندم. يا الله نفست هذا صادمتني بعد كمان قاعد افكر بسوبر سماش احوال بعيد لاني كنت اتذكر كنت لفيت برباط الهواء بسوبر سماش كان في يمديك قبل ما تطيح على الارض ان تشحن في الهواء شحنه قويه وتعملها على طول بفاكس يوم قلت الكلام لصاحبي اللي يقول لك اهلي جميع اللي يلعبون سبورت يعملونه يعني كان مو شيء جديد قد مني كان اي بي سي يعني في فريمات معينه يمديني اضرب في الهواء اكثر مره زي ما تشوفون لما اكون بالخط زي كذا يعني هي نفس الفريم يعني او نفس الضربة تقريبا اكثر من مرة واذا وقتها صح يمدينا نضرب على الارض اكثر يعني يا اخي كريه الاعصار اول ما يطلع يديك you cannot do shit about it اذا قتلت المرحلة الاولى وانت في المكان ده you fucked لازم تتبدل اذا كنت في مكانك نفس مكان الاعصار زي ما تقول هذا الترحيل ايوه بيلف كده بتبدا تتلف اذا طلعت على المواجد يعني هذه زي ما تقول بداية الخير عشان اقول لك شوف المرحلة الثالثة كلها كده شوف نفس الشيء السيف اول ما طلع ما في اول ما طلع immediately الكولجن تبع السيف بيأديك ما خلاص اذا قتلته وانت مكان غلط انت معاقب يعني باني احفظ متى يتقلل متى اضربه اخذ ضربه قبل ما يعمل ترانزيشن عشان ما تقدر تبيها دي فهذه ممكن نقول انه بانشنج للبلاير ما اللي حدث استاهل بعد اشتغل جلتشات عشان اضرب ضربات زياده خاطرت فيه انسان اي هو مبرمج بشكل جيد انه يعني يمكن يكنسل الضربه اللي شحنها فلو هو انتقل وانا واقف هنا كانت الليت زي المرحله السابقه المكان كله غلط يعني بينزل والاعصار تحته جبت العيد والله تجاوزته توقعت السامنة ما بتكفي ولا حاجة زين ننتبه المشكلة صار الحين من قبل بعد بلاش تروحي الموقف الموقع الحق كله غلط كان
ما صار كلش زين. شفت كيف؟ بعرف فايدة فين في الأرض وهي ضربة واحدة أصلا. مفهو بعيد بس ما تفرق. المرحلة الثالثة لا احنا مع الاطفال يعني ننتظر ما بعد. اللهم اللي كان بدي يكون عندي طاقة عشان السيوف اللي تنزل كان عندي فرصة ضدهم. صادوني؟ اخر جولة لعبي كان زبالة معه في المحل الثاني. زين كنسلها لان ما كنسلها وصادني زي كده بعيد. الجاب السريع للأسف انا مو اجي وش فيني انا قاعد احاول صد في الهواء. يصلي كان نط النقطة ثانية اجين قاعد احاول صد في الهواء. شكلي ابي العب بجوني افتقد من حالي اجين وش فيني؟ ما تقدر تصد في الهواء. ستوب ذات. شو بيشوفون يسوي ميس فايندر؟ انسينجل. ايوه يعني اجمع الضرب اللي بيضربها. ايوه ابن ال يعني اول غلط في الاصابع صار دي غلط مني بس ما قدرت ثاني انتقل. اي دونت اكسبت ذات. لا تعاطف مع الأطفال خلاص والصمت. ليه كم طاقت من هاي صارت؟ شوف طاقت من هو نزلت. تعال بابا. Yeah.
إيش أسأت التصرف، أسأت التصرف اليوم. من كيف أضربه وكيف أقرب منه؟ This is really bad. كيف؟ كيف ما دخل؟ What the hell happened? I don't know what happened to be honest. يمكن ما قصيت الدائرة زين. تعال تعال تعال. بدي اقتله هنا في المرحلة الأولى. لا تعال مع الأطفال خلاص. كنت منتبه زين للسيوف بس ما فعلا ما يمديك تضل فوق يريدوك. ما يمديك تسوي كذا وياه لما يدور. خليه يجي هنا، خليه يجي هنا. يا موقف كان مطلوب الصدر. يا في شيئين يطفشوني لما تقتل في المرحلة الأولى ويجي لك صعب على طول يديك ما يمديك تسوي شيء، والمرحلة الثالثة على طول يدور أو السيوف أول ما تصير وتضربني في المرحلة الثالثة يجي السيوف. أيوه صارني ضربتين وتذوق على طول. حتى انتقاله ما يزعجني لما أضربه يعني اشوفها ستيل فير، لان هي يمديك تتجاوزها يمديك تعمل شيء ضدها، بس الاعصار اول ما يطلع كذا ويأديك مو بس اني اديك يعني يعمل لك ارتباك بدون شيء. شوف تديت من السيف انا كانت دو شيت اجينست هذا الدهلب، بس ما ادري ليش ما الدهلب. يمكن لما اكون بطيء ما ادري بعض الاحيان ما يبي يتدحلب او ما اعلم ليه، يعني ثاني مرة يمكن لاني عصا الدهر عصا خفيفة مرة الله اعلم. What the hell happened؟ الجلتش ما جا في صالحي شكله. خليه يجي هنا.
يبتل انه حاول يعكسها، بس اريد ضربها لاني قاعد اتكلم اتفلسف. ضربتني ضربتين، ضربة من العصا العبيط وضربة مني، ضربة مني انا استاهلها. ضربة العصا العبيط ما اتقبلها. شو الجلتش هذا لو يقدر يصيده ويخلي في ظلال وراه كأنه هو ينتقد؟ ايوه لا رحمه الله الاطفال، جيم اوفر. نطيت هاي فايدة. لا رحمه الله الاطفال، لما يدور انسى. لا رحمة الأطفال ما تنتبه. يب لا رحمة الأطفال. ميري قلب ضربة الدوران وقتلني. ما أعطاني فرصة نقطة ثانية أصلاً. لا رحمة الأطفال. يعني الطريق الوحيد اني افوز ان تحصل لي اني العب معه وقت كافي بدون ما يسويها، او احس الطريق اني اتجاوزها بدون تدحرج، لان الدحرجة بتقتل الستامنا وبتقتلني. الف حاجة ممكن تسكعك، اذا مو السيوف اللي تنزل الاصاعي، اذا مو الاصاعي هو بيرجع لك وبيضربك من جهة ثانية. يعني ما بيمديك انك تدفع عنه كفاية. احس كل مره تكون بعيد عنه اكثر كل مره نسبه اني اعملها اكثر، فاحاول ان اكون قريب منه. بس في نسبه جيده ان لما اضربه وهو يضرب يسويها ويكنسل الانيميشن. يعني شوف الحين هو غير ضربتي عن ضربته، فالستيج الثالث ما يغير ضربته، لا يقلبها الى ضربة الاوبي حقه. لا احنا مع الاطفال ما في خلاص، اذا ما صادك بالدوران بيصدك السيوف حقه اللي تديك في كل لحظة تلمسك. اصلا ما ادري ايش اللي قتلني، السيوف حقه ولا ضربة الدوران حقه. Yeah.
ابي يقتلني ولا عندي الاعصاب بالضبط ولا ابي اقتله وهو يمين اقدمي ما اعرف اتجاوز بسهوله فقاعد اتمرجح معاه ايوه الاعصاب بعد من الوقت توقيته شوي زفت اوه صادوني ما يفعل معني كنت منتبه ليهم بدي ينفذ الصبر شوي حقي شوي نسيت اني ما يدحرج قرب منك في المرحلة الثانية لما تطول واجد مع البوس تبدأ الأخطاء تظهر عندك أكثر وأكثر لأن ينفذ صبرك شوف الحين لما تبعد عني هو يدحرج يقرب لي نفس اللوجيك يستخدمه في المرحلة الثانية بس يضرب لك الضربة بدل ما يتقرب لك بالشكل ده فأنا متعود إني أغير موقعه باستخدام الجلتش لا أغير موقعه بس إنه يخليه يدحلق يتقرب مني بالمرحلة الأولى المرحلة الثانية ما تنفع شوف الحين أبي يتقرب مني فأتبعد عني بهالشكل ده لأني ما أبي أحاربه عند الجدار ما جبت الهم فابي يتقرب مني الحين نفس الحركة شوف لو الحين هذه المرحلة الثالثة كان يعني جاب لي العيد لأنه ضرب ضربة دوام على طول جيم اوفر لا تعاطف على الأطفال على قولتي ناس صعبة فريم ريت لا صعب معي لا 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 بيتحرك بيتحرك كده اتبع على وجهي نطي بس ما يفرق الضربه دي مجاله مره واسع مره واسع بدايتها يعني ما بداني حتى نط وراه يعني منتبه لها سنه يعني سو فار البوس اوكي بس الضربه الدوران دي مي اوكي تو ماتش بليت افقد صبر بيبيته لان اعرف ان ضربه الدوران دي الطريقه الوحيده ان افوزه ان لما ما يسوي ضربه الدوران اصلا لان مره صعب تجاوزه ما يمديك تنط من قدام ما يمديك تنط من وراء ما يمديك تنط مبتعد يعني هو لو سواها الحين وانا هنا وهو سواها في المكان ده بيصيدني بهالبعد توصل يعني كل الضربات يمديك تجاوزها الا ديك الضربه يبالك تتجاوزها بشكل اسطوري يعني افضل طريقه تجاوز الدحرجه بس وين تدحرج خمسه سيوف فوق راسك وهو بالسرعه دي وان هيت كي او والسيوف فوق راسك ممكن تنزل عليك يعني مره ريسكي لانه مجال ضربتي يعلم الله نفس مجال كول سيفه يعني شفت الضربه دي مجال ابعد ومن ورا قدام لايك وات ذا هيل كمان وميديت يعملها يعني انا ما نقدر للاسف في ناس قدر انه يمكن يتجاوزوه بالدحلبه او بالدحرجه ويقاومون معاه انا ما نقدر اعترف بهالشيء بس بحاول كل الضربات سهل تجاوزها مقارنة بديك الضربة يعني يعني الله لو يعطي عصارين وعشرين سيف ويشيل لك الضربة يصير اسهل بدون اي مزح عصارين
وعشرين سيف أسهل من ديك الضربة. It's just ridiculous. يعني شوف يدينا جامل معاه فزانوب ده. توقعت بيشحن ضربة. يوم قمت اتفلسف اعطاني درس عشان لا اتفلسف. لا تعاطف مع الاطفال خلاص وصل لك. حاولت اضربه عشان يوقف شوي ونط عليه زي الحيلة اللي دائما استخدمها. لا قلب ضربته ضربة دوران. You're dead. مع ان انا سويتها في وقت سيء جدا لان الاصابة لازق فيه. بس هنا ما سويتها متى اسويها يعني. انا مستغرب ان في ناس واجد غلبوه بالمرحلة دي. I wonder what they did يعني. Differently. What's the secret? لا رحمة الله مع الأطفال انسى. وامشي لا يو اند تو ليت. ان اقدر اجامل معه. ميني دور اول دور جيم اوفر. كل الحيل اللي استخدمها للتجاوز ما نفع النط والعباطة دي. يمكن لو احاول اصده بس اكون على يميني مش على يساره لان اذا صديته وانا على اليسار بظل محبوس هنا ما يديني انط فوقه وبقعد يضرب 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 فيني لين ما يخلص الاستامنة او انه يعني يدور مره جديد وجيم اوفر لان الاستامنة ما تكفي. فينبالي اصد لما اكون يميني. هنا مع المركز لان ابي اثرثر. زين انه ما صارني كنت مرة على الطرف. مكاني سيء كما غيره. كنت مرة على الاعصاب. ما تبي انت وانت عند الاصوات. شوف هذا الانتقال له ما مانع بالعكس اعتبره فيتشر جيد لو يقدر يكمل انيميشن. ليش قاعد اثرثر؟ اي ولا رحمة الله. جيم اوفر. صديت بس ما عندي السامنة كافية. You're dead. المرحلة الثالثة دا عليه وقتلني لأني وقفت الضربة.
خليني اقتله هنا. نابي اقتله على يمين بس ما كان سيء اللي قتلته فيه بعد. بيجي له اعصاب قبل ما يبدا يتفاهم معه. بيكون ما كان مسوي. كل اللي تعاطف مع الأطفال مع الأسرار. ما بداني أعمل دحلة بطيئة. نطيت، قسم بالله نطيت نطتين. بس لا، يدف وكذا يضغط ضربة. فك اوف. كان المفروض ضحوا اني اصد المره الثانيه. اصد وانا على اليمين. وزي ما قلت يمديني اتجاوز بس انا ما نقدر. لان انت ما تبي تبتعد عنه واجد. تبي تشوف ايش قاعد يسوي. كيف تتدحرج مع الأصغر زي كذا؟ لو تسوي حاجة بطيئة. بطيئة قلت. أيوة صادتني لكم مرتين. تركيزي بدا يهبط ما يفعل. حتى قاعد اغير الاسلوب وياه. I should do what works. المفروض اغير الاسلوب وراح اتخاف مو هنا. بس صبري بدا ينزل. كيف تديت الاصابع؟ اوف كورس. ما ادري هل ياخذ محاولة. بديت شوية اطفش. المشكلة الاصابع ينتقل الحين. اعتقد طاقته بعد تصير اكثر في المرحلة الثالثة. خلاص سواها انسى. ما يمديك تنط. انسى ما يمديك تنط. نطة امسحها من راسك. في الهواء ما يمديك تصد. فاذا سواها وانت في الهواء ومت في الارض الحل الوحيد انك تدحلق. او تدحرج او whatever. اعتقد 222 is a good number. وين بالي بعد اروح انام. شكرا للمتابعة. معكم معتمد خالد.